بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة إن شاء الله نشرح موضوع مهم جدا جدا يهم كل فرد في الأسرة المصرية، وعامة الموضوع ده يهم أي فرد في أي مكان في العالم أيا كان بلده، سواء كان بلد أجنبية أو بلد عربية. الموضوع مهم وهو محتواه واحد مش هيختلف عن اللي احنا هنقوله. موضوع درسنا النهاردة حل مشكلة فاتورة الكهرباء. حل مشكلة فاتورة الكهرباء، ناس كتير قوي بيجي لها فاتوره الكهرباء عاليه، بيدفع مبلغ عالي، بيقول لك رغم ان انا ما عنديش اي حاجه، او تكلفه او ان انا الاجهزه اللي عندي قليله او اللمبات اللي عندي قليله. النهارده ان شاء الله هنعرف ايه سبب ان الفاتوره بتيجي عاليه، وهنعرف ازاي برضك النهارده في موضوع الدرس نعرف تكلفه الشهر هتبقى قد ايه، يجي لنا كام في الشهر، مثلا شهر اكتوبر مثلا على سبيل المثال هيجي لنا قد ايه مبلغ مالي، وازاي اسجل قرايه العداد. ان شاء الله كل شيء بتسأل عنه بإذن الله هنتناوله في موضوع درسنا النهاردة. لكن قبل ما نخش في موضوع درسنا، ما ننساش تخش على قناتي، قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب. هتخش على قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب، لا تنسى الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل منشوراتنا الجديدة. نخش في موضوع درسنا النهاردة: ما سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء؟ ايه السبب اللي خلي عندك فاتورة الكهرباء بتيجي عالية؟ عندك سبب استهلاك، عندك سبب ان فاتورة الكهرباء بتيجي عالية هو الاستهلاك. يعني ايه الاستهلاك؟ يعني الاستهلاك بتاع حضرتك، عندك اجهزة كهربائية، عندك حاجة بتشغلها، دوت اسمه الاستهلاك. عندك لمبة بتنورها، عندك شاحن بتشحن بيه، ايوه شاحن الموبايل بيشحن بيسحب كهرباء، عندك غساله، ثلاجه، ايا كان الحاجات دي كلها، بتسحب كهرباء، ده اللي بيسمى الاستهلاك. طيب يعني انا مش هستهلك؟ لا استهلك، لكن في سبيل او بديل عشان خاطر تقلل التكلفه بتاعه فاتوره الكهرباء. اول حاجه زي ما انت شايف كده، والموضوع ده مهم جدا جدا وفي ناس كتير بتغفل عنه، الاجهزه الكهربائيه اللي انتوا شايفينه دلوقتي دوت، الغسالة وجنبيها مربع في الوان اللي هي بطاقة كفاءة الطاقة. يعني ايه بطاقة كفاءة الطاقة؟ يعني عند حضرتك بتقول انا ايه ده، انا ما عنديش حاجة، انا كل اللي عندي لمبتين وجهاز مثلا غسالة او تلاجة، انا ليه فاتورة الكهرباء بتيجي عندي عالية كده؟ ركز معايا وهتفهم او هتعرف ايه سبب ان الفاتورة بتيجي عندك عالية. زي ما انت شايف حضرتك كده او حضرتك ديت، مثلا غسالة او تلاجة، ايا كان المنتج اللي انت هتبص عليه او الجهاز الكهربائي اللي هتبص عليه، دايما تلاقي فيه اللي هي البطاقة بتاع كفاءة الطاقة اللي انتوا شايفينها ديت، بتبقى ملزوقة على الجهاز الكهربائي. طيب نفهم ايه هي بطاقة كفاءة الطاقة ديت. بطاقة كفاءة الطاقة ديت بيبقى فيها خمس الوان، A و B و C و D و E، كل حرف من دول بلون، زي مثلا حرف الاي اخضر، البي ازرق، السي اصفر، الدي ده اورنج، الاي دوت لون احمر. طيب انا اعرف الجهاز بتاعي دوت بيستهلك كهرباء عاليه ولا لا ازاي؟ كل ما يكون الجهاز عند حضرتك في الاعلى اللي هو بالترتيب الاعلى، ايه يعني انت مثلا هنا الغساله ديت مكتوب نوت ان الغساله بتستهلك حرف الاي، ادي هو الترتيب في الجنب على اليمين اهو، وعلى الشمال في حرف الاي، يبقى استهلاك الكهرباء في الجهاز الكهربائي دوت اللي هو حرف الاي، يعني استهلاك كهرباء قليل، استهلاكها للكهرباء قليل. كل ما بتنزل تحت في الهرم اللي موجود بتاع الطاقه دوت، يبقى الاستهلاك بتاع الكهرباء اعلى. يعني الغساله ديت دلوقتي لو هي متعلمه جنبيها هنا اهوت على الاي، بدل ما هي على الاي دلوقتي متعلم جنبيها على الاي، يبقى استهلاكها للكهرباء عالي جدا جدا جدا. طيب لو على السي يبقى استهلاكها للكهرباء متوسط، اما لو على الاي يبقى ديت بتحافظ على استهلاك الكهرباء، يعني ديت بتبقى استهلاكها للكهرباء اقل، استهلاكها للكهرباء بيبقى اقل. يعني حضرتك دلوقتي، انا دلوقتي بعد ما عرفت الموضوع بتاع الطاقه دوت، حتى هنا في توضيح قال لك اقل استهلاك للاي واعلى الاستهلاك اللي هو الاي. يعني كل ما يكون
الايه يعني في بدايه الحروف، يبقى دوت استهلاك كهرباء اقل. انا دلوقتي هاخد بعضي، انا دلوقتي بقى اللي بيجيلي فاتوره عاليه، وهبدا اخش على الاجهزه الكهربائيه بتاعتي، هبص على الغساله، هبص على الثلاجه، هبص بقى ايا كان الجهاز اللي عند حضرتك هتبدا تبص عليه، هتشوف استهلاك يعني استهلاكه للكهرباء متوسط ولا عالي ولا قليل. من هنا تبدا تعرف استهلاك الكهرباء دوت سببه ايه. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، ايه تاني في استهلاك الكهرباء اللي بيجيلي عالي او سبب اللي هو بيجيلي عالي؟ اللمبات. اي لمبة عند حضرتك بتستهلكها ابعد عن اللمض الصفراء او اللمض النايلون بتاع زمان، وحاول تستبدلها باللمض الليد. اللمض الليد ديت اضاءتها كويسة واستهلاكها للكهرباء قليل جدا جدا. طيب انا دلوقتي هبص على الاجهزة وهبص على الاستهلاك للكهرباء. طب انا كده المشكلة بتاعتي اتحلت؟ لا، في برضك لسه باقي، كمل معانا الموضوع للنهاية عشان تفهم الموضوع من اوله لاخره، وان شاء الله هتتبع الخطوات ديت، وباذن الله هجيلك فاتورة الكهرباء بعد كده قليلة، او على الاقل حتى هتبدأ يعني تحد من فاتورة الكهرباء بحيث ان هجيلك فاتورة قليلة باذن الله. تاني حاجة، ان الراجل اللي بيجي بيقرأ العداد اللي هو موظف الشركة اللي هي بتاع الكهرباء، اللي بيجي يقرأ قراية العداد ما بيجيش في ميعاده، ما بيجيش في ميعاده، ودي تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ليه بقى المشكلة دي بتحصل؟ يعني دلوقتي لو انا استهلكت الشهر دوت سي 100 كيلو، والراجل بتاع الموظف الشركة ما جاش، هيبدأ الشركة تدخلني في شريحة اعلى. يعني انا لو كنت مثلا هتحاسب على ال 100 كيلو دول ب 150 جنيه تقريبيا، يعني مش بقول ارقام بالظبط، انا دلوقتي الشهر الجاي لما هو هيجي ياخد قراية كاملة ممكن القراية توصل مثلا 150 او 200، فلاقي فاتورة الكهرباء معايا وصلت 300 جنيه، وهي مثلا بتبقى حوالي 150 كيلو او 200 كيلو. طيب انا هعمل ايه الراجل لو ما جاش؟ هروح في قدامك حاجة من الاتنين، حضرتك هتبدأ تروح إدارة الكهرباء وتبلغ على قراية العداد، هتبدأ تبلغ على قراية العداد اللي عند حضرتك وهتقول لهم على قراية العداد، أو تتصل بيهم وتبلغهم قراية العداد. أنا هروح المكتب بتاع الكهرباء وفي عندهم أرقام تلفونات تقدر تتصل بيهم كل شهر وتبلغهم قراية العداد. طب لو أنت مش عايز تروح خالص، تابع بقى معايا الموضوع الجاي دوت مهم جدا. ما تنساش تخش على قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب وتشترك في القناة. القناة فيها حاجات كتير قوي هتنال اعجابك باذن الله، وشرحنا فيها حاجات خاصة بالتموين، وكل مشكلة بتقابل الهاتف الاندرويد بتاعك او بتقابل الحاسوب الكمبيوتر. ولو انت عاوز تربح من الانترنت برضك، عندنا دورة كاملة للربح من الانترنت، وعندنا موضوعات عامة كتير قوي على القناة. لو انت قلبت في القناة باذن الله هتنال اعجابك. نكمل بقية موضوع درسنا النهاردة. هتبلغ على قراية العداد بنفسك عن طريق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. هتكتب كده في السيرش شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في جوجل، او هتنزل تحت اسفل الفيديو الذي تشاهده الان، تضغط على اظهار المزيد، هتلاقيني حاطط لك اللينك بتاع الموقع دوت. طب ايه هو الموقع دوت؟ الموقع دوت اللي انت من خلاله تقدر تسجل قراية العداد عليه، وهنتناول مع بعض اقول لك ازاي تسجل قراية العداد. خليك معايا لاخر لحظة، وبرضك هتعرف التكلفة بتاعت العداد بتاع حضرتك كام. ادي الموقع بتاع شركة كهرباء جنوب القاهرة، تصفح فيه زي ما انت عايز، هتلاقي في حاجات ممكن تنال يعني انت عاوز تشتري لمبات الكلام ده كله، يعني قلب في الموقع براحتك. لكن احنا هنعمل ايه؟ اول ما تخش على الموقع هتضغط على النقط اللي فوق ديت، هتنزل تحت كده هتلاقي خدمة العملاء، خدمة العملاء هضغط عليها. عندك في خدمة العملاء هتلاقي خدمات الشباك الواحد، تقديم طلبات المستثمرين، استعلام عن طلبات المستثمرين، استعلام عن فواتير، ابلاغ عن قراءة العداد. دول الاتنين اللي احنا هنحتاجهم، استعلام عن الفواتير وابلاغ عن قراءة العداد. احسب فاتورتك لو انت عايز تحسب الفاتورة بتاعتك هتبقى قد ايه، وباقي الاختيارات دي. احنا اول حاجة هنختارها هي ابلاغ عن قراءة العداد. مجرد ما نختار الاختيار دوت هتحمل معانا الصفحة، هننزل تحت كده
ايه ده ايه ده، تسجيل دخول. طب انا ما عنديش يوزر نيم وباسورد على الموقع، طب انا اعمل ايه؟ لحظة واحدة وهتفهم كل حاجة. هتضغط على مستخدم جديد، تمام؟ بعد ما ضغطت على مستخدم جديد هيتم تحويلنا للصفحة ديت. هنكتب هنا الاسم بالكامل، وهنكتب الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والرقم التحصيل الآلي دوت، هتلاقيه عندك في الفاتورة، يعني هتلاقيه في أي إيصال قديم في حاجة اسمها رقم التحصيل أو رقم التحصيل الآلي، بيبقى مكتوب كده في أي وصل، هتجيبه وهتسجله نوت. وبعد كده في العنوان هتكتب عنوانك، بعد كده في العنوان هتكتب العنوان بتاع حضرتك اللي هو العنوان اللي انت في العداد او العنوان اللي في مكان العداد. بعد كده هنزل تحت وهنا في اسم الدخول او اسم المستخدم. اسم الدخول دوت لازم تكتبه باللغة الانجليزية، لازم تكتب اسم الدخول باللغة الانجليزية. هتكتب مثلا اسمك ايه، محمد، احمد، اي اسم، اي اسم انت عايز تكتبه مش هتفرق، مش لازم الشرط الاسم الحقيقي، اهم حاجه يكون اسم باللغه الانجليزيه وتفضل فاكره عشان نحتاجه تاني. وبعد كده هتكتب كلمه المرور، وبعد كده اللي هي كلمه السر، يعني تكتب كلمه سر انت عايزها، مثلا اي رقم انت عايز تحفظه، مثلا لو انت رقم حافظه هتكتب الرقم دوت في كلمه السر، ثم اعاده كلمه المرور او كلمه السر. يعني هتكتب كلمه اسم الدخول، وبعد كده تكتب رقم سري، وبعد كده تعيد كلمة السر، وبعد كده تضغط تسجيل عميل. بعد كده تضغط تسجيل عميل، هيتم تسجيل العميل معاك. بعد كده هنرجع لنفس النقطة اللي هي الأولى، هنضغط على خدمة العملاء، ثم كلمة تسجيل قراءة عداد اللي احنا لسه شرحناها من فترة، واحنا لسه كنا شرحناها في أول فيديو. هنجي نخش على الصفحة بتاعة جنوب القاهرة، بعد كده نختار خدمة العملاء، بعد كده نختار تسجيل قراءة عداد، وبعد كده هنشوف هنكتب ايه. بعد ما اضغط على تسجيل العميل هاجي نهوت واعمل اخش من الاول وجديد، اضغط نهوت على النقط من فوق، وهضغط على خدمة العملاء، وهضغط على ابلاغ عن قراءة العداد، تمام؟ بعد كده هدخل اليوزر نيم والباسورد اللي احنا لسه مدخلينهم، اللي انت طبعا قلت لك خليك فاكرهم. انا اليوزر نيم هدخله اهوت، واضغط هنا على كلمة دخول، هلاقي ان هوت يبدأ بيحمل معايا الصفحة. بنزل كده تحت بيجيب لي المعلومات الأساسية عن الحساب، الاسم وبيانات الأساسية. ولو انت عايز تستعلم عن فاتورة، الفاتورة بتاعتك تضغط على الاستعلام عن فاتورة، تعرف الفاتورة اللي هجيلك اخر الشهر ايه، اللي انت طبعا سجلت القراءة بتاعتها او المحصل لسه ما جالكش، فتقدر تعرف الفاتورة اللي هجيلك كام عشان تبقى عامل حسابك. بضغط هنا على تبليغ قراءة، تبليغ قراءة، تمام؟ بعد ما اضغط على تبليغ قراءة بنزل تحت بيقول لي قم بإدخال القراءة، فبضغط هنا وابدأ اسجل قراية العداد اللي عندي. طبعا حضرتك هتروح على العداد اللي عندك وتشوف القراية كام وبتسجلها وبتضغط على كلمة تبليغ. لكن في معلومة لازم اقولها لك، عشان تسجل القراية، تسجيل القراية بيبدأ من يوم 16 لحد يوم تقريبا 20 او 21، ده ميعاد تسجيل القراية بتاعة العداد. فهتضغط تسجل القراية بتاعة حضرتك انهوت علشان تعرف بإذن الله الفاتورة بتاعتك ما تجيش فاتورة عالية، عشان الفاتورة بتاعتك ما تجيش فاتورة عالية. طيب لو انت عايز تعمل تشوف الفاتورة هتجيلك قد ايه، هنضغط تاني على النقط، ونضغط على خدمة العملاء، ونضغط على استعلام عن فاتورة لو انت عايز تعرف الفاتورة هتجيلك قد ايه الشهر الجاي، ونضغط على احسب فاتورة لو انت عايز تحسب فاتورة معينة. يعني هاجي ان هو تنزل تحت لحساب فاتورة استخدام منزلي ولا استخدام تجاري. طبعا استخدام منزلي معروف، والاستخدام التجاري زي المحلات والكلام ده كله. استخدام المنزلي بيقول لك هنا ايه، ادخل كمية الاستهلاك. انا مثلا استهلكت مثلا يعني 100 كيلو. المحافظة تختار المحافظة اللي انت فيها، تمام، واقول له امتى الاستهلاك دي كمية، اقول له احسبها لي. لما ضغطت هنا على كلمة احسب قال لي 100 كيلو
قيمة الاستهلاك ب35، مصاريف أو خدمة عملاء 2 جنيه. يعني أنا مش عارف الصراحة قيمة الاستهلاك 35 جنيه دي يعني إيه، يعني 100 كيلو عليه 35 جنيه. طيب لو عملنا مثلا ديت 150، هنشوف هتتغير معانا ولا لأ، أو خليها مثلا 200 كيلو وأقول له احسب. هنا جايب لي قيمة الاستهلاك 100 جنيه ومصاريف أو خدمة العملاء هتبقى 6 جنيه، يعني 200 كيلو تقريبا 100 جنيه. أنا بس هي تقريبا الموضوع ده غير دقيق بالمرة، لأن طبعا الفواتير عليت، فأنا شاكك طبعا في الرقم دوت كمية الاستهلاك، يعني 200 كيلو بيجي له 100 جنيه. طبعا الكلام ده مش موجود، لأن أنا جاي فانا مش، لا لا الارقام ديت مش مظبوطه بتاعت حساب فاتوره الاستخدام المنزلي ديت. لكن احنا النهارده تناولنا مع بعض ازاي تقلل فاتوره الكهرباء، وازاي تتحكم في الفاتوره، وازاي تعرف ايه الحاجات اللي بتجيب لك استهلاك عالي عند حضرتك، وعرفنا ازاي تبلغ قرايه العداد وتعرف الفاتوره اللي هتجي لك فاتوره قد ايه. طبعا دوت كان قدرت ألم وقدرت أختصر على قد ما أقدر. قبل ما تخرج من الفيديو اللي حضرتك بتشاهده دوت، ما تنساش بالله عليك تضغط لايك أسفل الفيديو اللي تشاهده الآن، وما تنساش تضغط تفعل الجرس في القناة عشان يوصلك كل منشراتنا الجديدة. القناة بتاعتنا مهتمة بكل أسرة مصرية في مصر، شرحنا بكده موضوعات خاصة بالتموين وموضوعات عامة وموضوعات خاصة بالإنترنت وموضوعات خاصة بالموبايل وإزاي تربح عن طريق الإنترنت. أكيد أكيد لو قلبت في القناة هتلاقي حاجة تعجبك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان معكم أخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.